السلام عليكم ومرحبا بكم في طريقة تحميل لعبة فري فاير الشهيرة. لا يجب علينا تحميل اللعبة من جوجل بلاي، بل يجب أن ندخل إلى كروم أو أي متصفح لديك، لأن الدخول إلى جوجل بلاي أو بلاي ستور يقول لك أنك تحتاج إلى المساحة رغم أنك لا تحتاج إليها. ذلك ندخل إلى كروم ثم نكتب هنا اسم هكذا اللعبة وننتظر التحميل. إذا لم ينتظر تضغط على كليك سي ثم او نذهب الى هذه الخانة ونكتب اسم اللعبة فري فاير ونضغط هنا اللي ننزل اسفل ونضغط على اسم اللعبة. هكذا نقوم بتحميلها ونضغط على تيليشارجمون ومباشرة سوف يظهر التحميل بالاعلى، سوف ترى ان بالاعلى سيبدأ التحميل هناك. اذا اللعبة الان يتم تحميلها، حجمها 600 ميجا كما نرى. الآن سوف نحتاج إلى تحميل برنامج آخر اسمه إكس أب بيكا إنستالر، نكتبه في نفس الخانة ثم نضغط للبحث على البرنامج. ننزل إلى الأسفل، نضغط عليه هنا بالأسفل ونقوم بتحميله. ننزل الأسفل مرة أخرى هنا ونضغط تيلي شارجمون لبداية التحميل. هذا البرنامج صغير، ظهر لك الإعلان نعود للوراء. والآن سوف يبدأ تحميل الملف الثاني مباشرة. الملف الثاني هو ملف صغير ونحتاج إليه لتثبيت لعبة فري فاير. إذا هنا نضغط عليه دوبل كليك ونبدأ في تثبيت البرنامج أولا. هكذا بعد تم تثبيته فقط نغلق، لا داعي للدخول إليه لأنه يكون فارغ الآن. ننتظر انتهاء تحميل اللعبة، بعد ذلك نعود إلى البرنامج. بعد انتهاء التحميل نعود إلى سطح الهاتف الخاص بنا، وسوف نجد البرنامج هناك. نضغط عليه وسوف نجد اللعبة داخل البرنامج كما ترون على الشاشة. نضغط على انستال مباشرة ثم يبدأ معك تثبيت اللعبة كما ترى هنا. ننتظر قليلا وهكذا نضغط على نيكست نيكست انستال ويتم تثبيت اللعبة الآن بكل بساطة. بعد انتهاء ومبروك، الآن فقط اضغط على اوبن لفتح اللعبة مباشرة. اضغط على اوبن ويتم الدخول الآن هكذا. اذا عندما تدخل اول مرة سوف يعطيك تحميل 20 ميجا من الملفات. الآن بعد أن دخلنا لا تقم بالتسجيل عبر الفيسبوك أو الدخول كضيف. إذا دخلت كضيف لن يتم تسجيل معلوماتك، وإذا دخلت عبر الفيسبوك يمكن أن يسرق حسابك. لذلك اضغط على مور ثم اختار سينج ويد جوجل، يعني الاختيار الوسط للدخول عبر جوجل للتسجيل يعني عبر جوجل. إذا نضغط عليه نقوم، إذا يعطيك خانتين تكتب فيه الجيميل الخاص بك وكلمة السر الخاصة بالجيميل وتضغط أوكي في الخيار التالي وننتظر الآن الدخول. نضغط على السام ونستمر في الضغط على السام والضغط اوكي هكذا. وهكذا الآن قد دخلنا ونضغط على اي يعني على الشاشة للدخول مباشرة. هنا يقول لك اختر هل تريد ان تختار من انت مبتدئ او خبير او متوسط باللعبة. طبعا انت ستختار الخيار الاول يعني مبتدئ، يجب عليك ان تلعب اول مباراة لك قبل ان تقوم يعني بتغيير اسمك وتغيير الجنس ايضا. اذا كنت تريد ان تختار فتاة او اذا كنت تريدين ان تختاري فتاة لابد ان تلعب اولا هذه المباراة الاولى قبل ان تتمكن من ذلك. اذا انت تلعب يعني في عالم واسع جدا، وفي هذا العالم انت مع 40 شخصا يجب ان تتقاتل يعني مع بعضكم، والشخص المتبقي هو الذي يفوز. طبعا اذا كنت وحدك فشخص الوحيد المتبقي هو الذي يفوز، واذا كنت مع صديقك او مع فريق من 4 اشخاص فالفريق الذي يبقى هو الذي يفوز. اذا وطبعا كي تقاتل يجب ان تدخل الى البيوت والاماكن لتجمع الاسلحة والادوات وغير ذلك. فكما ترى هناك ضوء ازرق على اللعبة، فيها ضوء ازرق يسمى بالزون. ذلك الضوء الازرق اذا توقفت في مكانك سوف يظهر ذلك الضوء الازرق حتى يجبرك على التقدم للامام، لانك اذا بقيت في ذلك الضوء الازرق فسيقتلك طبعا كما نرى هنا بالخريطة سيقتلك. لذلك دائما توجه الى تلك الدائرة البيضاء وهي المنطقة الامنة. طبعا
مباشرة. ذلك الضوء مهمته هو إجبار الأشخاص على مواجهة بعضهم حتى تنتهي المباراة في حدود 10 دقائق فقط، يعني حتى لا تكون المباراة طويلة تجبر اللاعبين تتقلص تلك، حتى تجبر اللاعبين على مواجهة بعضهم البعض. ثم هنا عندما ترى أن التصويب أصبح باللون الأحمر، فهذا يعني بأنك قد صوبت على الخصم، فقط تطلق عليه النار لقتله. دائما تستمر بالجري والركض والقفز حتى لا تجعل الخصم يقتلك بسهولة. الشخص المتبقي الوحيد هو الذي يفوز بالمباراة، وتفوز بجوائز وترفع مستواك وذلك. وكلما قتلت شخص بالمباراة يعني تربح منه نقاط، خاصة إذا قتلت اللاعبين بالهيد شوت يعني ضربة في الرأس، فإنك تأخذ عليه نقاط كثيرة وترفع من مستواك بسرعة. إذا كلما قتلت شخص سوف ترى أنه يتحول إلى صندوق، ذلك الصندوق يوجد فيه الأشياء التي كان يحملها ذلك العدو قبل أن تقتله، فقط تذهب إلى الصندوق وتجمع الأشياء التي كان يحملها معه هكذا، ثم تتقدم للأمام لتقاتل الآخرين. تضع الدواء إذا وجدت أن دمك الأسفل باللون الأبيض، إذا أصبح ناقصا فيجب عليك أن تضع الدواء. عندما ترى هذه العلامة فهذا يعني أنك تتعرض لإطلاق النار، عليك أن تدافع عن نفسك فورا وإلا سيتم قتلك. وأيضا العلامة الحمراء بالخريطة تعني الأعداء الذين تقاتلهم. الأسلحة التي تجدها بالخريطة تجدها حسب يعني حظك وحسب المناطق، هناك مناطق فيها أسلحة خطيرة وجيدة، هناك أماكن فيها أسلحة عادية، هناك أيضا فيما يتعلق بالأسلحة هناك أسلحة البعد أسلحة القرب وغير ذلك. كما ترى فالدائرة أصبحت أصغر الآن، إذا بقيت في الزون فهذا ما سيحدث لك، سوف تقتلك الزون، تقوم بقتلك لأنك خارج المنطقة الآمنة. إذا بعد قتلك تعود مباشرة بالضغط على المربع الأصفر. إذا كنت مع فريقك يجب عليك انتظار موت فريقك قبل العودة. نضغط على اللوبي الموجودة بالقرب. إذا هنا ارتفع مستوانا إلى المستوى الثاني الآن. ديكورات الأسلحة كما ترى هنا يعطونها لك. أيضا الإشهارات دائما تضع علامة على الإشهارات كي تقوم بتجاوزها. إذا عندما تدخل إلى اللعبة يعني تجمع هذه الأشياء. إذا في أي مكان وجدت فيه يعني دائرة حمراء فهذا يعني أن فيها جائزة أو فيها شيء أو خبر مهم أو غير ذلك. إذا نضغط هنا على صورة الشخصية هنا، ثم هذا القلم الصغير لتغيير الاسم، ثم في هذه الخانة كما ترون على الشاشة. إذا هنا تقوم بوضع اسمك باللعبة الآن بعد أن أنهينا المباراة. الآن يمكنك أن تضع اسمك باللعبة، مثلا نضع هذا الاسم رغم لأن لدي حساب آخر فيه ذكر، الآن أضع اسم فتاة. إذا مبروك تم وضع الاسم، كان نجاح. هذا شيء مهم جدا، إذا وضعت الاسم يجب الانتباه جيدا لأنه لا يمكنك تغييره مرة أخرى إلا بواسطة الجواهر يعني الأموال الحقيقية. إذا بعد الخروج يمكنك الدخول إلى الكاركتر لتغيير الشخصية، مثلا إذا كانت اللاعبة فتاة يمكنها الضغط هنا شونج لتغيير شخصية إلى شخصية فتاة، سوف تجدها هنا. هنا تضع لون البشرة، تحديد لون البشرة هنا، ثم تضغط أوكي. أنا قمنا بتغيير الشخصية بكل بساطة. كلما تقدمت في اللعبة تربح شخصيات جديدة أو تشتري بعض الشخصيات بواسطة الذهب وهي العملة السهلة باللعبة. إذا تدخل إلى إعدادات ثم الجرافيك وتضع الخيار على سمود كي تجعلها يعني تجعل اللعبة بدون لاج أو تعمل بشكل أفضل. ثم هنا الجوائز اليومية تجدها في هذا المكان، كلما دخلت يعني يعطونها لك تلقائيا هكذا. إذا يعطونك هذه الأشياء.
أن تضغط على الدوائر الحمراء دائما لتستكشفها كلما رأيت دائرة حمراء. الآن أبدأ بشرح المتجر. نضغط على المتجر. إذا المتجر كما ترى معي هنا فيه الكثير من الأشياء، فيه شخصيات وألبسة والكثير من الأشياء الأخرى، الإضافات تشتريها بواسطة الجواهر وهي أموال حقيقية. تقوم بشحن جواهر بالبطاقة البنكية الخاصة بك، ويعطونك صندوق مجاني في هذا المتجر. دائما تتفقد المتجر يوميا لتفقد الصندوق المجاني. إذا كما ترى معي هنا الكثير من الأشياء فقط بالجواهر، والقليل منها أو جواهر كما ترى معي هنا على الشاشة. ثم لدينا عجلة الحظ كما ترى معي هنا. إذا عجلة الحظ فيها الكثير من الألوان، إذا كل تلك الألوان يعني تقوم بتدوير هذه العجلة بالجواهر، باستثناء هنا باللون الأصفر، فهي تعطيك يعني تدويرة كل يوم مجانا، والتدويرات الأخرى فقط بالعملة الذهبية الرخيصة. ثم لدينا هنا ما يمكن نسميه خزانة الملابس. هنا يمكنك تغيير الملابس الخاص بك، كلما تقدمت في اللعبة تربح ملابس جديدة. ثم هنا لدينا البيت، هنا الحيوانات، وسنشرح جميع هذه الحيوانات ومميزاتها، فكل حيوان له ميزة. أو إذا بالنسبة للحيوانات في لعبة فري فاير، فلدينا كيتي، هذا القط لا يملك أي مهارة، وهذا الكلب أيضا لا يملك أي مهارة، لأن هذين الحيوانين مجانيين، يعني يمكنك أن تحصل عليها إما بالجوائز أو في الأحداث الإيفنتات إلى غير ذلك. نأتي لهذا نايت بانتر، هذا لديه مهارة وهي مهارة زيادة المخزن، تقوم بزيادة المخزن بنسبة 5، من 5 إلى 15. ثم لدينا حيوان شيبا، هذا حيوان شيبا يقوم بتحديد لك مكان المشروم، ويعني الفطر الذي تقوم ب يعني الأرمور، يقوم بزيادة الأرمور الخاص بك. لدينا الفالكو أو النسر، هذا يقوم بزيادة السرعة لك وأيضا لأفراد الفريق. ثم لدينا هذا الباندا، هذا الباندا يقوم بزيادة الأشبي الخاص بك، يعني الدم، من 4 إلى 10 كلما قتلت شخصا ما. ثم لدينا البورينج، هذا الحيوان يقوم بزيادة قوة الخودة والسترة، وأيضا يقوم بتقوية الأرمور الخاص بك ويحميه من يعني التدمر. ثم لدينا مستر واجو، إذا هذا الحيوان إذا كنت لا تملك الجدار لديك فهذا الحيوان يعطيك الجدار. إذا هذا الحيوان تيرو يقوم بعلاج الأرمور الخاص بك. روكي، هذا مهارته يقوم بتقليص مدة استعمال شيئا ما، مثلا إذا كنت تستعمل الميدكيت أو شيء كهذا. ثم لدينا هذا الثعلب، هذا الثعلب عندما تقوم بوضع الميدكيت فإنه يزيد لك من 4 إلى 10 في الأش بي، يعني الدم. إذا هذا الحيوان يقوم بإعطائك الأش بي عندما تضع الجدار، عندما تضع الجدار يقوم بوضع دائرة تقوم بملء الأشبي الخاص بك، يعني الدم. لدينا أخيرا معرض القرد، وهي تزيد مسافة القنابل اليدوية وجدران والفلاش باجز وغير ذلك. ثم لدينا نافذة التجميع، فهي مهمة جدا أيضا، تعطيك رقصات فيها يعني ديكورات وغير ذلك. إذا نضغط على أفاتار لتبديل صورة الشخصية بالأعلى كما ترى بالأعلى هناك. ثم البانر لتغيير خلفية الاسم، ويعني تعطي يعني ديكور جميل يعني لاسم شخصيتك وغير ذلك. ثم لدينا مكان الأسلحة كما ترى هنا، لدينا عدة أسلحة. في هذه المستطيلة ترى ديكورات الأسلحة، حيث يعطيك ديكورات الأسلحة. إن هذه هي شخصيتي يا أصدقائي، لنرى ماذا سيقول لنا. هيا تكلم. حسنا، الآن علينا أن نقوم بشرح الشخصيات. هنا نافذة الشخصيات، نضغط على كاركتر هنا. إذا أول شيء سنتعرف عليه في نافذة الشخصيات هنا، عندما ستقوم بتطوير الشخصية وتقوية الشخصية، أولا تقوم هنا بفتح يعني المهارات الشخصية بالضغط هنا. حينما تضغط هنا يقول لك أطلب منك يعني وضع مهارة الشخصية تدفع
يا إما بالجواهر أو بالعملة الرخيصة. طبعا بالعملة الرخيصة تضع هذه، ثم كيف ترفع مستوى الشخصية، تضغط حق يعني تضغط فقط هنا على الليفل أب، ترفع المستوى هنا بالأسفل، وهنا هنا ترفع مستوى الشخصية كما ترى هنا، تضغط فقط على 500، تدفع 500 من الذهب وترفع مستوى الشخصية كما ترى هنا، ويعطيك بعض الشروط لكي تقوم برفع أحيانا يعطيك بعض الشروط لترفع مستوى الشخصية. إذا هذا كل ما لدينا من هنا، لا نقوم بشرح الشخصية، تضغط على تشينج لرؤية جميع الشخصيات كما ترى هنا، فهنا لدينا جميع الشخصيات تقريبا. إذا الآن نقوم بشرح مميزات كل شخصية لكي تقوم بشراء أي شخصية أو تختار أي شخصية. مثلا هذه الشخصية المقفلة، إذا تضغط على هذا المربع Don't worry, I'm on the case. يعطيك أماكن شراء هذه الشخصيات يعني المقفلة، سوف تجد بعضها بالقطع الذهبية كما هي كما ترى هنا، مبلغ 8000 قطعة ذهبية لشراء مثلا هذه الفتاة أو هذه الفتاة أو هذا الشخص. يعني هناك البعض بالقطع الذهبية، لكن الأغلبية تشتريها بواسطة الجواهر طبعا. إذا بالنسبة للشخصيات لدينا هذا البيريمي ونيولا، هذان الاثنين فهما لا يملكان أي ميزة أو أي مهارة. نبدأ مباشرة بالمهارة، المهارة تبدأ من فورد هنا إلى الأسفل. إذا نضغط على فورد كذا لنرى، تتميز شخصية فورد هذه بقدرته على الصمود بحيث لا تقتله الزون بسهولة بالمقارنة مع لاعبين غيره، بحيث أن ضرر الزون يقوم بنقصه بنسبة 4%. إذا انظروا، تقليل فقدان سترة الواقية، بحيث عند تطوير هذه الشخصية يصعب تدمير سترته وبالتالي يصعب قتله. إذا شيرو، يتميز شيرو برؤية الأعداء، يعني المختبئ لا يمكنك أن تختبئ من شيرو نهائيا، لأنه عندما يطلق عليك النار فهو يضع علامة عليك. ثم لدينا كلو، وهي تقوم بتحديد مواقع الأعداء الذين ليسوا في وضعية الانحناء أو الانبطاح مدة 5 ثوان. تتميز كيلي بسرعة الجري بنسبة 1%. إذا كرونو، يتميز بخلق درع يصد قوة مقدارها 600 ضرر من الأعداء، وتتضاعف قوته داخل الدائرة مع سرعة فريقه بنسبة 15%. ثم لدينا الداشا، تتميز بتقليل الضرر الذي يحدث وقت التعافي بعد السقوط بنسبة 30 إلى 60%. إذا شخصية سكالر، تتميز بقدرته على تدمير 5 جدار عن بعد 50 متر واسترجاع HP من 5 نقاط. إذا جاي يستعمل لديه مهارة إعادة تحميل الذخيرة تلقائيا، يعني عند استعماله لأسلحة R وبيستول والSMG والCG، يعني باستعمال هذه الأسلحة فإن الذخيرة يتم إعادة ملؤها تلقائيا. إذا والفرا، بعد كل قتل إضافي يقلل الضرر المأخوذ من إصابة الرأس بنسبة 3% بحد أقصى 25%. في الوقت نفسه يزداد الضرر الذي يلحقه اللاعبون بأطراف العدو بنسبة 3% إلى 15%. إذا كابيلو، الملقبة بمغنية الشفاء، تقوم بزيادة تأثير العناصر العلاجية ومهارة العلاج وتقلل خسارة الدم لفريقها، ومناسبة جدا لدعم الفريق. إذا ما السيد كا، يتميز هذا الكا باستعادة قوة الإي بي، استعادة الإي بي، والإي بي هو دم الأرمور. إذا يستعيد الإي بي كل 3 ثانية، يستعيد 2 إي بي كل 3 ثوان. إذا حياته،
تتميز مهارات الحياة بكلما نقص معدل الأش بي أو الدم يتم زيادة معدل الأرمور يعني السترة الواقية. إذا لدينا الفارو، الفارو يزيد ضرر الأسلحة المتفجرة ويزيد أيضا نطاق الضرر. إذا ألوك يتميز ألوك بزيادة سرعة لأفراد فريقه وفي نفس الوقت استعادة أش بي يعني الدم لخمسة ثوان. إذا ستيفي تقوم برسم جاذبية تخفف ضرر الانفجار بنسبة 5% والرصاص لخمس ثواني انفجار والرصاص بالنسبة ل 5% لخمس ثواني مدة 45 ثانية. إذا نوتورا تستعيد اش بي بركوبها السيارة وأيضا تزيد اش بي لأفراد الفريق يعني الذين ركبوا معها السيارة بنسبة 5 اش بي لأربعة ثواني. إذا شاني كلما قتلت كلما ارتفع معدل الأرمور السترة الواقية. لورا عندما تصوب لورا فإن تزداد قوتها في الدقة يعني تزداد دقة التصويب بنسبة 10 يعني عندما تقوم باستعمال السكوب يعني التصويب يزداد معدل الدقة إلى 10. ثم لدينا شخصية يوسف أو جوزيف، إذا مهارته تتمثل في الجري السريع عندما يتعرض لإطلاق النار. ثم لدينا A124 تقوم بتحويل 25 اي بي إلى اش بي يعني تقوم بتحويل نقاط الأرمور إلى اش بي أو الدم. ثم لدينا لوكيتا، إذا مميزات لوكيتا كلما قتل شخصا يزداد الدم بنسبة 8 ويصل إلى 35 يعني كلما قتل كلما استعاد الأش بي. ثم لدينا جوتا، جوتا عندما يستعمل أسلحة مثل سي ام جي وشوت جان ويقتل بها كلما قتل بها يسترجع 25 من أش بي الخاص به وتدوم لخمسة ثوان. ثم لدينا بالوما، بالوما عندما تستعمل سلاح أغ فإنه لا يأخذ أي مساحة في المخزن كأنها لا تملك أي سلاح يعني يمكنها أن تحمل عدد الأسلحة أكثر من اللاعب العادي. إذا مهارة ووكونغ هي التمويه، يتحول إلى الشجرة ويتحول إلى أشياء أخرى ليختفي من عدوه ويقتله بدخول السقف. ثم لدينا الكارولين، الكارولين عندما تحمل الشوت جان فإن سرعتها تتزايد بنسبة 3%. إذا موكو تستطيع تحديد يعني موقع الأعداء ومشاركة هذه المعلومات مع أفراد الفريق. ثم لدينا رافائيل، رافائيل يتميز بالصمت يعني عندما يطلق النار على الخريطة لن تسمعه ولن يظهر على الخريطة لمدة 8 ثوان. ثم لدينا السائقة ميشا فهي مهارتها تتمثل في سرعة قيادة السيارة بنسبة 2%، ثم الضرر الذي يصيب السيارة يتقلص بنسبة 5%. ثم لدينا أنطونيو، أنطونيو لديه ميزة أن أش بي الخاص به عالي يعني أعلى من اللاعبين الآخرين أثناء الهبوط الأولي في أرض المعركة. ثم لدينا ميغيل، ميغيل يربح 30 اي بي مع كل قتل للعدو يعني 30 للأرمور، يزداد 30 نقطة للأرمور مع كل قتله للعدو. ثم لدينا كلا، كلا يتميز فقط بالقتال بالأيادي يعني إذا ضربك بيده فأكيد سيقتلك مباشرة. ثم لدينا ماكسيم، ماكسيم لديه ميزة وهي أنه يتناول الدواء بسرعة بنسبة 2%.
ثم لدينا أوليفيا. أوليفيا الدكتورة تقوم ب ريفايف، تقوم باستعادة الحياة أو إعادة اللاعبين إلى الحياة، ومعنا نقطة 6 HP. ثم لدينا نيكيتا، تملك ميزة سرعة ملء ذخيرة الأسلحة الرشاشة بسرعة 4%. لنؤكد أن نكون قد شرحنا جميع ميزات الشخصيات، وننتقل إلى هنا. لدينا الفاير باس، عندما تضغط على الفاير باس هنا، إذا اللايت باس أو الفاير باس عندما تضغط عليه فيعطيك، أحيانا يعطيك جوائز مثل الفري باس، يعطيك الجوائز. ثم هنا يعطيك مثلا اللايت باس او اللايت باندل. اذا كما تلاحظ فهنا يقول لك يطلب منك 600 جوهرة لكي تقوم بحل اللايت باس، وعندما تقوم بحله سوف تأخذ هذه المميزات، مميزات خاصة فقط اذا اشتريت هذا اللايت باس. واللايت باندل تشتري ب1100 جوهرة، ولكن يمنحك كل هذه المميزات. مميزات يعني فيها 10,000، فيها 10,000 دياموند، فيها اللايت تشالنج، تحدي اللايت، اللايت يمكن تدخل إليه. ثم ذلك يعطيك يعني جوائز مضاعفة على اللاعب العادي، وغير ذلك من الأمور. ثم لدينا شيء مهم جدا، وهو أن تضغط هنا في الكلاس. إذا هنا أماكن التي تلعب فيها، لدينا هنا الرانكد مود، لا يفتح معك في البداية لكنه سيفتح معك عندما تصل ليفل 7 تقريبا أو 10. إذا هذا الرانكد جيم هو يعني خريطة عادية، عالم عادي تلعب فيه مثل المباراة الأولى، لكنه رانكد يعني محسوب، وتربح فيه الاكس بي، الخبره والاموال بكثره. وايضا لدينا الكلاش سكواد، الكلاش سكواد ايضا، هذا الكلاش سكواد ماذا يعني؟ الكلاش سكواد هو مثل المباراه التي لعبناها في البدايه، لكن الفرق الوحيد هو انه الزون تكون صغيره وتلعبون في منطقه صغيره بالمقارنه مع العالم الواسع الاخر. ثم لدينا البيرمودا التي لعبناها سابقا كما ترى، لدينا البرمودا بيرمودا، ثم لدينا الكلاسيك كالاهاري، تسمى كالاهاري. كالاهاري هي منطقة صحراوية، ثم بيرمودا هي المدينة التي لعبناها مسبقا. تختار المكان الذي سوف تلعب فيه، ثم مثلا تضغط على بيرمودا. عندما تختار المكان الذي ستلعب فيه سوف ترى بأن هذا الشخص الذي يقف هنا يعني وقف وحده، هذا يعني انك ستلعب وحدك. اذا ضغطت على ستار فانك او ابدأ فسوف تلعب وحدك، اما اذا ضغطت هنا وضغطت على 2 في هذا المكان يعني ديو، فهناك امكانية ان تدعو اصدقائك. سوف تظهر مباشرة هذه اللائحة التي فيها اصدقائك حتى تدعوهم الى الانضمام اليك طبعا، او انت تضغط عليها وتختار أصدقائك. إذا كنت في المجموعة تضغط هنا على المجموعة كي يظهر معك أفراد يعني موجودون معك في المجموعة. إذا ماذا أيضا لدينا؟ أماكن أخرى، لدينا تيم دات ماتش. هذه الأماكن الأخرى تفتح فقط في أوقات معينة، هي مكتوب الوقت الذي تفتح فيه يعني التاريخ والوقت الذي يعني تحل في هذه الأماكن. لدينا أيضا كلاش سكواد العادية وكلاش سكواد رانكد التي تربح فيه النقط، كلاش سكواد رانكد التي تربح فيه النقط وكلاش سكواد العادية. وأيضا نفس الشيء بالنسبة لبيرمودا وكلاسيك، فهذه يعني مباريات عادية، أما الرانكد فهي هي التي تربح فيها الخبرة بكثرة والأموال بكثرة، وأيضا ترفع مستواك بشكل أسرع عندما تلعب الرانكد مود، ليس يعني ليس بمقارنة مع يعني الأنواع الأخرى الموجودة.
إذا وأهم شيء آخر في اللعبة وهو أن تقوم ب يعني أن تقوم ب دعوة صديقك إلى اللعبة. إذا نأتي إلى هنا نضغط على هذا المكان لدعوة صديقنا. عندما نأتي إلى هنا نضغط على أد هنا يعني إضافة، نضغط عليه وهنا نكتب اسم صديقنا الذي تريد أن تبحث عنه. تكتب هنا اسمه، عندما تكتب اسمه ثم تضغط مثلا لنكتب مثلا المهم تكتب هنا الاسم ثم تضغط هنا. هنا كتابة اسم صديقك يجب أن تراعي الحروف هل هي كبيرة أم صغيرة وغير ذلك، فهذا شيء مهم. فكما ترى هنا عندما كتبنا اسم كانت فيه حروف كبيرة، يجب أن يعني تنتبه إلى الحروف، لابد من الانتباه للحروف. إذا ثم لنضيف صديقنا نضغط على زائد هنا، علامة زائد. الآن قد أرسلنا إليه طلب الصداقة، وإذا أرسل إلينا صديقنا طلب الصداقة، إذا أرسل إلينا طلب صداقة سوف ندخل إلى نفس المكان ثم نضغط على هذه المربعة البيضاء الصغيرة الموجودة هنا، ثم هنا سنجد طلب الصداقة الذي أرسله إلينا صديقنا. أيضا لدينا هنا الرسائل، تجد فيها الجوائز. عندما تجد بعض الجوائز مثل هذه الجائزة تضغط فقط على كليم أول، أخذ الكل، ثم أضغط أوكي، هكذا أخذناها. وشيء آخر مهم جدا، عندما تضغط على invite هكذا وتدعو صديقك مثلا للانضمام إليك، عندما تضغط عليه هكذا وتضغط عليه كي تنضم يعني ينضم إليك، لا تنسى أن تنزع يعني هذا السطر الموجود على يعني على الميكروفون، هذا السطر يجب أن تقوم بالضغط عليه هكذا حتى يسمعك، حتى يستطيع أن يسمعك صديقك، لأنك إذا وضعت عليه يعني هكذا فإنه لن يسمعك، يجب أن تتركه كما يلي حتى يستطيع أن يسمعك عندما تتحدث معه. ثم أيضا شيء مهم جدا، عندما تدخل اللعبة بعض الأحيان عندما يعطوك اللباس فإنه لا يظهر لديك، لماذا؟ لأنك تحتاج لأن تضغط هنا وتقوم بتحميل هذه الأشياء، تحميل بعض الأشياء هنا، أو تقوم بهذه الطريقة تحميل اللباس بهذه الطريقة، تتجه إلى اللباس مثلا بهذه الطريقة، يعني سوف تجد فيه هذا السهم الذي يقول لك يعني يقوم بتحميله، ثم تضغط على هذا السهم مرة أخرى فهكذا أفضل، فيعطيك فقط 5 ميجا لتحميل اللباس، ثم تضغط هنا لرؤية التحميل. إذا هنا يتم تحميل اللباس كما ترى هنا. إذا وهكذا بعد ذلك سوف نرى بأن اللباس الآن أصبحنا نرتديه، يعني في نفس الخزانة اللباس دائما تتفقد هذا المكان، تضغط على أودرس سوف تجد العديد من العمولات التي تقدم إليك، فقط تضغط عليه مثلا في هذا المكان، ثم تضغط على إكستشينج اللي يعني تبادل البطاقات بالأشياء الأخرى، الجوائز وغير ذلك. إذن فكما ترى هنا بواسطة هذه البطائق يعني البطاقات تشتري هذه، يمكنك أن تشتري هذه الأشياء مثل هذا الشعر مع القناع، ثم هذا اللباس، تشتري قطعة بقطعة. إذا ثم لدينا هذا المكان، هذا المكان فيه بعض الأشياء، سوف تجد فيه بعض الأشياء لكنها تتغير مع الوقت، فكما ترى هنا 8 أيام يعني بقيت له 8 أيام لتتغير هذه الأشياء ويكون فيها حدث جديد. هذه قائمة الأحداث أو المسابقات أو غير ذلك، سميها ما شئت. فعندما تدخل إلى هنا فهنا تلعب وتربح هذه الأشياء وتقوم باستبدالها هنا، وتضغط على كلاسيك ستور. إذا تقوم باستبدال الأشياء التي تربحها ببطاقة الدياموند أو بطاقة السلاح وغير ذلك.
ثم لدينا خانة، يعني هنا قائمة الترطيب. هذه الترطيب حسب الأفضل، يعني حسب القتل، يعني حسب الكلاسيك، الترتيب حسب الأماكن، حسب. إذا هذه يعطيك فقط قائمة الترتيب أنت وأصدقائك، يعني أنت مع أصدقائك قائمة الترتيب فيما بينكم. إذا كنت تريد أن تقوم برؤية كما ترى هنا، إذا هنا لدينا هذه الخانة الأخرى حيث تتابع فيها بعض الأخبار والألعاب وغير ذلك. مثلا كما ترى هنا يقول لك شاهد اللايف الذي سوف يقوم بيوم السبت، يعني اللايفات البطولات التي تنظمها شركة اللعبة، يعني هذه إعلاناتها لتشاهد لكي تقوم بمشاهدتها. فهنا أيضا لدينا آخر الأخبار بالضغط هنا، هنا أخبار اللعبة. ثم لدينا فانتازي كما دخلنا إليه هنا، كثير من الأشياء، إيفنتات. إذا هنا بالأسفل، إذا ندخل على يعني دائما الدوائر الحمراء، تذهب إلى الدوائر الحمراء سوف تأخذ الأشياء. ثم هذا شيء آخر مهم جدا بالضغط هنا، هنا قائمة المهمات، يطلب منك مهمات إذا أنجزتها تأخذ بعض الجوائز، أيضا ترفع مستواك بشكل أسرع. المربعات الصفراء التي فيها هذه المثلثة فهي خاصة باللايت سبيس، يعني عندما تقوم بشراء الفاير باس وذلك. مثلا إذا اشتريت الفاير باس تأخذ 16 بادج وليس فقط العدد الذي يعني مقارنة بالعدد، يعني عدد البادجات المجاني. عندما تصل إلى هنا تضغط لفتح الصندوق، عندما يصل هذا إلى الصندوق تضغط على الصندوق لفتحه. ثم لدينا هنا، هنا تقوم بتجميع هذه الأشياء الخريطة وغير ذلك، فتربح أو تأخذ بعض المعلومات من الأسلحة، القنابل، الإنفنتات، السيارات. كما ترى هنا معلومات الأسلحة، هنا الأنواع الأسلحة كما ترى هنا. هنا أيضا تأخذ هنا جوائز قيمة، عندما تجد دائرة حمراء يعني موجودة هنا تضغط عليها فتأخذ جوائز، يعطوك لباس وغيره. ثم الخانة الأخيرة هنا اللي فقط لمشاهدة اللايفات الخاصة بالشركة. لدينا هنا شيء آخر مهم جدا، عندما تدخل إلى تضغط إلى هنا، عندما تفهم ما تعني هذه الرموز فقط تضغط على هذا السهم أو هذه علامة الاستفهام فيشرح لك ما يعني هذا. مثلا إذا ضغطنا هنا على هذا الميد كيت، يعني الدواء، يقول لك يعني سوف تجدها مع الأسلحة. إذا قمت بهذا الخيار فإنك تزيد من مساحة حمل الأسلحة وغير ذلك من الأمور. إذا ضغطت هنا على أرمور فإنك تقول لك ستجد يعني الأرمور مع الأسلحة في الأماكن داخل في أرض المعركة. إذا تختار أنت الشيء الذي تريده، الأشياء التي تريد أن تجدها في أرض المعركة تختار، وهنا ثم تضغط على كونفيرم فتظهر معك في هذا المكان. في البداية تفتح معك، في البداية لا تفتح معك هذه الخانات، لكن بعد تقدمك في اللعب يفتح معك واحدة، بعد ذلك تليها الثانية هنا. إذا ولدينا هنا مثلا سوف نرى مجددا طريقة شحن الجواهر بالضغط هنا كما ترى، لديك هنا رقم. إذا كما تلاحظ معي هنا الثمن، ثم هنا عدد الجواهر التي تريد أن تشحنها. لديك مثلا هنا 2 دولار،
يعني 3 دولار، يعني تساوي 300 جوهرة، 4 دولار أو 5 دولار، تعني 25 يعني جوهرة. مثلا إذا كنا نريد أن نقوم بالشحن، فقط نضغط مثلا هنا مباشرة على العدد الذي نريد أن نقوم بشحنه. لديك هنا العديد من الأمور. ثم لدينا هنا الممبرشيب، أي يعني شراء العضوية. لدينا هنا العضوية الأسبوعية، وهنا بالأصفر يعني العضوية الشهرية، يعني تدفع أسبوعيا 1 دولار أو شهريا تدفع 8 دولار، يعني 2 دولار أو 8 دولار. إذا نجرب هنا وضغطت على مساعد، لا يريد أن يعطيك النافذة حاليا، لكنه يعطيك مباشرة أماكن لكي تدخل معلومات بطاقتك البنكية، وهكذا يبدأ الأمر. إذا لدينا هنا منطقة مهمة جدا عندما نضغط هنا، هي منطقة التدريب، المكان الذي يمكنك أن تتدرب فيه لتصبح أقوى في اللعبة، وهو هنا تضغط على تريننج في هذا المكان، مكان التدريب. الآن تريننج يعني هنا مكان التدريب. يمكنك أيضا تدعو صديقك للتدريب من هذا المكان. إذا كنت في مجموعة تضغط على مجموعة يعني كي تذهب مع صديقك الذي في المجموعة إلى التدريب. ثم اضغط على ستارت للدخول، يعني تدخل أين مكان التدريب. إذا في مكان التدريب، إذا هذا مكان التدريب، أول شيء تتجه إلى هنا كي تختار السلاح الذي تريد أن تتدرب عليه. إذا بالنسبة للأسلحة، فهناك أسلحة البعد وأسلحة القرب والأسلحة المتوسطة، يعني التي لها المدى المتوسط، ولدينا 9 عائلات الأسلحة كما ترى معنا هنا. ولدينا اللانشر والإل إم جي والسي إم جي والميلي، يعني الأدوات العادية، ثم الآر، ثم البيستول، ثم السي جي، ثم البو يعني القوس، ثم اس ار. إذا نبدأ باللانشر مباشرة. عندما اللانشر، إذا لدينا هذه الأسلحة إغ إش يعني إغ جي إس 50، كما ترى المعلومات مكتوبة لديك هنا. معدل إطلاق النار 27، سرعة إعادة التعبئة 62، الدقة 90. إذا البعد 100%، هذا سلاح البعد، والضرر 90، هذا سلاح خطير. ثم لدينا إم جي إل 140، الضرر 90، البعد متوسط. و لدينا أيضا إم 79، أيضا الضرر 90 والبعد متوسط. ثم العائلة الثانية إل إم جي، في إل إم جي لدينا جاتلينج، الضرر 55، ضرر متوسط، ثم البعد يعني سلاح البعد يعني البعد 84. ثم لدينا إم 249، الضرر 57 يعني ضرر متوسط، ثم البعد 79 هذا سلاح البعد. ثم لدينا اس ام جي، عائلة اس ام جي، لدينا سي جي 15، الضرر 50 يعني ضرر متوسط، البعد ايضا هذا سلاح البعد. ثم ام يعني بي 90، الضرر 48 يعني ضرر متوسط وسلاح القرب. ولدينا ام بي 40، الضرر 48 ضرر متوسط وسلاح للقرب. ثم لدينا يو ام بي، هو ضرر 48 يعني ضرر متوسط البعد، يعني ليس للبعد والسلاح القرب. ثم لدينا ام بي 5، الضرر 48 ضرر متوسط، ثم سلاح القرب. ثم في اس اس، هو سلاح البعد، الضرر يعني متوسط. ثم لدينا تومسون، الضرر متوسط وسلاح القرب. ثم لدينا فيكتور، الضرر متوسط وسلاح القرب ايضا. ثم لدينا الميلي، هي الأدوات العادية. لدينا الكاتانا، سيف الكاتانا، ضرر 66، ضرر عالي قليلا، سلاح إذا طبعا كلها أسلحة القرب. عصا، ضرر 63 يعني تقريبا متوسط. ثم لدينا القنبلة، يعني هي طبعا ضررها واضح. ثم لدينا المقلات، ضرر 62، ضرر متوسط. ثم لدينا الضرر متوسط أيضا في هذا السيف. ثم المنجل، المنجل ضرره عالي جدا، 90 في الضرر. ثم لدينا إذا سلاح ان 94، ضرر متوسط وسلاح البعد. ثم لدينا اكس ام 8، ضرر متوسط وسلاح البعد.
ثم لدينا M60 ضرر متوسط وسلاح البعد. ثم لدينا دراغونوف أيضا الضرر عالي، ضرر عالي جدا 89، وأيضا للبعد يعني بعيد جدا، يضرب من بعد جدا. ثم سلاح فاماس الضرر متوسط وللبعد. وأيضا لدينا M4A1 ضرر متوسط لكن يضرب أيضا من البعد. ثم لدينا أكا إذا ضرر متوسط وسلاح البعد. ثم لدينا SXS هو ضرر 82، يعني ضرر عالي وأيضا سلاح البعد. ثم لدينا جروزا ضرر متوسط وسلاح البعد. ثم لدينا M14 ضرر عالي ثم سلاح البعد أيضا. ثم لدينا سكار ضرر متوسط والبعد، السلاح المتوسط يعني المدى متوسط. ثم لدينا بلازما محول حراري ضرر متوسط وسلاح للبعد. ثم لدينا بارافال ضرر متوسط وسلاح يعني بعد متوسط. ثم لدينا وود بيكر ضرر 85 ضرر عالي وسلاح يعني متوسط يعني المدى البعد متوسط. ثم لدينا البيستولز عائلة البيستول بندقيات العلاج يعني كل هذه إذا بندقيات العلاج هنا في هذه خاصة بالعلاج الضرر 56 ضرر متوسط. ثم لدينا M500 الضرر 7 يعني ضرر متوسط سلاح للبعد. M500 سلاح للبعد. ثم لدينا M1873 ضرر عالي جدا 94 وسلاح القرب. ثم USP ضرر 45 ضرر متوسط وسلاح القرب. ثم لدينا G18 طبعا سلاح القرب ضرر متوسط. ثم سلاح صقر الصحراء ضرر متوسط أيضا القرب. ثم لدينا مسدس الكانون ضرر عالي جدا 90 وسلاح القرب. ثم لدينا عائلة السي جي لدينا CPAS-12 أيضا سلاح القرب ضرر عالي جدا 97. ثم لدينا M1014 ضرر 94 أيضا للقرب سلاح القرب. ثم M1887 ضرر عالي جدا 100%. ثم سلاح القرب ثم لدينا MAG-7 لدينا ضرر عالي أيضا 89 سلاح القرب. ثم لدينا عائلة القوس لدينا هذا الكروزبو سلاح واحد فقط إذا ضرر عالي جدا 90 وسلاح القرب. ثم لدينا SR لدينا في SR لدينا KR-98K ضرر عالي 90 وأيضا سلاح للبعد. ثم لدينا AWM ضرر عالي جدا وسلاح للبعد. ثم لدينا M82B هذا سلاح جديد ضرره عالي جدا وأيضا سلاح البعد. تختار هنا السلاح، تقترب من هنا ثم تضغط على هذا اليد ثم تختار السلاح الذي تريد أن تتدرب عليه. تختار هنا وكل صنف تختار هنا وهناك أصناف أخرى ثم تضغط بتين لتأخذه. يمكنك أن تأخذ سلاح ثم أيضا تختار هنا الذخيرة في هذا المكان إذا كنت تريد أن تأخذ الذخيرة. ثم أيضا هنا يمكن تأخذ الأرمور أو شيء من هذا القبيل. هنا تأخذ الأرمور أو الأرمور. إذا الأرمور هو الفطر، علامته هي الفطر. إذا هنا يمكنك التدرب على يعني عدة طرق، منها التدرب على إطلاق النار على هذا الشخص فهو دائما يقف هنا. تدرب بهذا الشكل أو تتجه إلى هذا المكان كي يحسب لك نقاط يعني التصويب على هذه الأمور الأشياء. ثم تضغط على هنا
الآن يبدأ الحساب. يجب أن تنهي في أقل وقت. فيعطيك الخلاصة القتال هكذا. إذا نخرج الآن نذهب إلى لدينا منطقة أخرى للتدريب وهي منطقة هذه المنطقة حيث تتدرب على تتدرب هنا على وضع يعني الجدار تقنية وضع الجدار طولة. الخلاصة إذا الخروج إلى أي منطقة تضغط على هذا المكان وتضغط كونفير يعيدك إلى البداية. ثم لدينا منطقة أخرى وهي هذه المنطقة بالأخضر. هذه المنطقة الأخضر هي منطقة اجتماعية يعني فيها الحرية الكاملة حيث تتجول فيها كما تشاء كما ترى. منطقة اجتماعية يمكنك أن تتواصل فيه مع أصدقائك وتتجول فيه مع أصدقائك بكل حرية. لدينا أماكن أخرى في هذا المكان فيها شيء يشبه السينما. صراحة لا أدري ماذا يحدث هنا، ما الذي يفعلونه هنا؟ أولي أولي انظر إلى هنا، هيا تعالوا. الآن لنخرج من هنا هذا المكان نفس الشيء. ثم المنطقة الأخيرة والمنطقة الرائعة والأجمل والأحسن والأفضل هي هذه المنطقة، هي منطقة باللون البرتقالي. هذه المنطقة تقاتل فيها بكل حرية وعليك تبدأ في القتال مباشرة، ليس فيه حساب للنقاط ولا بحياتكم. نفس الشيء كي تعود تضغط. إذن هكذا نعود الآن وكي نخرج من التدريب مرة أخرى نفس الشيء نضغط هنا نضغط أوكي. إذن هكذا نعود للبداية وكذا تبدو لعبة فري فاير. إذن هذا كل ما لدينا في لعبة فري فاير. لا تنسوا ضغط اشتراك ولايك للفيديو. شكرا لكم على المشاهدة وأتمنى أن يكون الشرح مفيدا وإلى اللقاء.